لعبة أوراق تستخدم 36 ورقة فريدة، 4 فئات، هي الديناري، قلب أحمر، شجرة، قلب أسود، وهي عبارة عن أوراق مرقمة من 1 إلى 9 لكل فئة. إذن هناك 4 فئات، 9 أوراق في كل فئة، مما يعطينا 36 بطاقة فريدة. الحزمة هي مجموعة من 9 أوراق والتي يمكن فرزها أو تصنيفها بأي طريقة يختارها اللاعب. إذن هم يحاولون أن يقولوا لنا أن الترتيب لا يهم. ما هي احتمالية الحصول على الـ4 فئات لورقة الواحد؟ إذن هم يحاولون معرفة احتمالية الحصول على كل الأوراق التي تحمل الرقم 1 من كل الفئات. إذن كل الأوراق 4 من الواحد هي في الحزمة التي أملكها والمكونة من 9 أوراق. All 4 ones in my hand of 9. إذن ربما أنها تبدو طريقة مرهقة في البداية، حيث لدي 9 أوراق اخترتهم من 36 ورقة، وأود التفكير في طريقة الحصول على 4 أوراق من الفئة واحد. ولكن إذا فكرنا بها بطريقة بسيطة جدا وبعبارات بسيطة، كل ما تقوله الاحتمالات أن عدد الحالات، أو أعتقد بإمكانك القول عدد الطرق التي يحصل فيها هذا الحدث. إذا هذا هو تعريف الاحتمال، سيكون هو عدد الطرق أو الحالات التي يحدث فيها الحدث. Number of ways in which event can happen. وعندما نتكلم عن الحدث أو الفعل، نحن نتكلم عن امتلاك 4 أوراق من الفئة واحد في الحزمة التي أملكها. هذا هو الفعل أو الحدث، وهذه الطرق المختلفة تسمى أحيانا بفضاء الحدث. لكننا نريد أن نحصي عدد الطرق في حال أردت الحصول على حزمة مكونة من 9 أوراق باختيارها من 36 ورقة، لكي أستطيع الحصول على الـ4 فئات من الورقة واحد. إذن هي عدد الطرق التي من خلالها يتم حدوث الفعل أو الحادثة، ونحن نريد قسمتها على جميع الاحتمالات. All of the possibilities. All of the possibilities. أو ربما أكتبها بهذه الطريقة، مجموع عدد الحزم التي أستطيع الحصول عليها. The total number of hands that I can get. إذن المقام باللون الأزرق هو عدد الحزم المختلفة التي تحمل الـ4 فئات من الورقة واحد، وسنقسم مجموع عدد الحزم. الآن دعونا نفكر بطريقة لمعرفة المجموع الكلي للحزم أولا، لأن هذا سيكون أكثر بديهية ونحن قمنا بعمل هذا مسبقا. الآن مجموع عدد الحزم التي تحمل 9 أوراق قمنا باختيارها، ونحن نختار هذه الأوراق من مجموعة 36 ورقة فريدة من نوعها، أي ورقة غير مكررة، ونحن قد قمنا بعمل هذا مسبقا. دعوني أكتب هذا، مجموع عدد الحزم المحتملة. Total number of hands يساوي، تخيل لديك 9 أوراق لتختار منها. أول ورقة تختارها سوف تكون واحدة من 36 ورقة، ثم الورقة التالية سوف تكون واحدة من 35 ورقة، ثم الورقة التالية أيضا ستكون واحدة من 34، 33، 32، 31. نحن الآن سنقوم بعمل هذا 9 مرات. إذا 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، و9. إذا هذا سيكون مجموع عدد الحزم إذا كان الترتيب يهمنا، ولكن نعلم وقد قمنا بعمل هذا مسبقا أنه لا يهمنا ترتيب الأوراق، وكل ما يهمنا هو الأوراق الفعلية التي في الحزم. إذا نحن قمنا هنا بالمبالغة في العد، نحن بالغنا في العد لجميع الترتيبات المختلفة التي يمكن أن تحصل لهذه الأوراق. إنه لا يهم ما إذا كان 1 الديناري هو أول ورقة أختارها أو آخر ورقة أختارها. الطريقة التي حسبت بها الأوراق الآن، نحن نعدهم كحزمتين اثنتين مختلفتين، ولكنهم ليسوا حزمتين اثنتين منفصلتين. إذن الواجب فعله هو قسمة هذا على عدد الطرق
عدد الطرق التي بإمكاننا ترتيب 9 أشياء فيها. إذا بإمكانك وضع 9 من الأشياء في المكان الأول، ثم 8 في الثاني، 7 في الثالث، ثم الرابع، وهكذا. ونحن قد رأينا هذا مرات عديدة. إنه إذن 36 فوق 9، هذا المصطلح هنا هو نفس الفكرة، بإمكانك فقط ربطه إلى صيغة التوافيق التي ربما لديك معرفة أو علم مسبق بها. إنه نفس الشيء كما مضروب 36 تقسيم مضروب 36 ناقص 9، هذا هو الجزء البرتقالي، ولازال علينا أن نضرب المقام بمضروب 9. الجزء الأخضر هو الأخضر هنا، والجزء البرتقالي هو الجزء البرتقالي هناك. إذن هذا مجموع عدد الحزم. الآن طريقة تفكير مختلفة قليلا، وهي كيف بإمكاننا الحصول على عدد الطرق التي تمثل وقوع هذا الحدث، هو الحصول على 4 فئات من الورقة واحد. دعونا نحدد ذلك. إذا عدد الطرق، أو ربما يجب أن نقول عدد الحزم التي تمتلك 4 فئات من الورقة واحد. Number of hands with 4 ones. وبقليل من التفكير فقط، تخيل لو أننا نأخذ فقط 4 أوراق. إذا كانت الحزمة تتكون من 4 أوراق فقط، حسنا، لو كانت الحزمة تمتلك 4 أوراق فقط، إذا عدد الطرق للحصول على 4 فئات من الورقة واحد هي فقط مرة واحدة أو واحدة من التوافيق. إنها التوافيق الوحيدة فقط التي تمتلك 4 فئات من الورقة واحد. إذا كنا فقط نختار 4 أوراق، لكننا هنا لا نختار 4 أوراق فقط، نختار 4 أوراق من الورقة واحد. إذا نختار 4 أوراق من الورقة واحد، 1، 2، 3، 4، ولكن الأوراق الخمسة الأخرى ستكون مختلفة. إذا 1، 2، 3، 4، 5. إذا للأوراق الخمسة الأخرى، إذا تخيلت هذه الخانة باعتبار أننا نختار 4 أوراق من 36 ورقة التي سبق واخترنا منها 4 أوراق من الورقة واحد، حسنا، إذا قد سبق واخترنا منهم 4 أوراق. إذا هناك 32 ورقة محتملة في المكان الخالي في الحزمة، وبعدها سيكون هناك 31 ورقة في هذا المكان في الحزمة، وبعدها سيكون هناك 30 ورقة نختار منها، وبعد ذلك سيكون لدينا 29 ورقة لنختار منها، وبعد ذلك سيكون لدينا 28 ورقة لنختار منها. وكما فعلنا مسبقا، لا نهتم بالترتيب، لا نهتم فيما لو اخترنا 5 القلب الأسود أو أننا قمنا باختيار 5 الشجرة. إذا يجب ألا نقوم باحتسابها مرتين. إذا سنقوم بالقسمة على عدد الطرق المختلفة التي تمكننا من ترتيب 5 أوراق. إذا سنقسم هذا على عدد الطرق المختلفة التي تمكننا من ترتيب 5 أوراق. الورقة الأولى أو الموضع الأول سيكون أي من الأوراق الخمسة، ومن ثم 4 أوراق، ومن ثم 3 أوراق، ثم ورقتين، ثم ورقة واحدة. إذا عدد الحزم التي تمتلك 4 فئات من الورقة واحد هي في الحقيقة هذا الرقم فقط. أنت بالحقيقة تنظر إلى جميع الطرق المختلفة التي تستطيع ملء الخانات المتبقية أو الأوراق المتبقية. هذه الأوراق الأربعة من الورقة واحد هي فقط 4 أوراق من الورقة واحد، هي طريقة وحيدة فقط للحصول عليها إذا كانت الورقات المتبقية تعطي جميع التوافيق المختلفة للحصول على 4 فئات من الورقة واحد. إذا هذا سوف يكون عد لجميع التوافيق المختلفة، لأن جميع الأوراق الأخرى المختلفة ستكون من حزم مختلفة. الآن نعرف أن مجموع عدد الحزم التي تمتلك 4 أوراق من الورقة واحد، والآن يمكننا قسمتها على مجموع عدد الحزم المختلفة.
وأنا لم أقم بضربهم متعمدة لأننا نستطيع إلغاء بعض الأشياء. دعونا نقوم بذلك، لنأخذ هذا ونقسمه على ذلك. دعوني أقوم بقصه ولصقه. حسنا، نختار قص، ومن ثم نلصقها هنا. دعونا نأخذ هذا ونقسمه على ذلك. حسنا، ولكن القسمة على كسر هي مثل الضرب بمقلوب الكسر. إذن دعونا نقوم بالضرب بمقلوب الكسر. إذن هذا هو مقام الكسر. دعونا نجعل هذا هو بسط الكسر. دعوني أنسخه وألصقه مرة أخرى. إذن هذا هو البسط، وهذا هو المقام هناك، لأننا نقسم على هذه العبارة. إذن دعوني أضعه هناك. سوف أضعه في هذا المكان. دعوني أختار أداة التحديد والتأكد من أنني فعلا أقوم باختيار كل هذه الأرقام. دعوني أنسخه ومن ثم ألصقه. إنه غير منظم قليلا لوجود هذه الخطوط، ولكنني أعتقد أنها تخدم الغرض. هذا سوف يخدم الغرض بطريقة حسنة. إذا كنا نضرب بهذا، فإننا ببساطة نقسم على هذه العبارة هنا، والآن سنقوم بتبسيطه بكل سهولة. حسنا، لقد نسيت أن أقوم بعمل. هذا يجب أن يكون مضروب 9. هذا يجب أن يكون 9 ضرب 8 ضرب 7 ضرب 6 ضرب 5 ضرب 4 ضرب 3 ضرب 2 ضرب 1. دعوني أضع هذا في المكانين هنا. في الحقيقة دعوني أمسح هذين المكانين. لا أريد أن أسبب لكم الإرباك، إذن سأمسح هذا. هذا يجب أن يكون مضروب 9. هو 9 ضرب 8 ضرب 7 ضرب 6 ضرب 5 ضرب 4 ضرب 3 ضرب 2 ضرب 1. دعوني أنسخ وألصق هذا الآن. نسخ ومن ثم لصق. هذا هو الآن، ومن ثم لدينا هذا في بسط الكسر. لدينا 5 ضرب 4 ضرب 3 ضرب 1 في مقام الكسر. إذن هذا سوف يتم إلغاؤه مع ذلك الجزء هناك. ومن ثم نحصل على 32 ضرب 31 ضرب 30 ضرب 29 ضرب 28. هذا سوف يتم إلغاؤه مع ذلك. هذا وذلك يتم إلغاؤهم معا. إذن ما تبقى لدينا هو هذا الجزء فقط. دعوني أقوم بإعادة كتابته. إذن ما تبقى لدينا هو 9 ضرب 8 ضرب 7 ضرب 6. تقسيم، هذا سوف يكون تمرين لتبسيط هذه العبارة. تقسيم 36 ضرب 35 ضرب 34 ضرب 33. دعوني أرى، إذا ما قسمنا البسط والمقام على 9 سنحصل على 1، وهذا سيكون 4. تستطيع قسمة البسط والمقام على 4 وستحصل على 2، وهنا ستحصل على 1. سنقسم البسط والمقام على 7، هذا سيصبح 1، وهذا سيصبح 5. تستطيع قسمة الاثنين على 2 مرة أخرى، وبعدها ستصبح 1، وهذه ستصبح 17. وتستطيع قسمة هذا وهذا على 3، هذا سيصبح 2، وهذا سيصبح 11. إذا ما تبقى هو احتمالية الحصول على جميع الفئات الأربعة من الورقة 1 في الحزمة التي أمتلكها، والمكونة من 9 أوراق التي اخترتها من 36 ورقة فريدة. وهذا يساوي ما تبقى لدي في البسط هو 2 ضرب 1 ضرب 1 ضرب 1. إذا هذا يساوي 2. تقسيم 5 ضرب 17 ضرب 11. 5 ضرب 17 ضرب 11. وهذا سيكون، هذه المسألة كانت متنوعة نوعا ما.
إذن 5 ضرب 17 ضرب 17 ضرب 11. إذن هذا يساوي 2 تقسيم 935. إذن هذا يساوي ما يقارب 2 في 1000 حالة، أو 1 في 500 بالتقريب طبعا، وهذا ليس مستغرب تماما علما أن لديك قرابة 1 في 500 فرصة في الحصول على 4 فئات من الورقة 1 في الحزمة المكونة من 9 أوراق تقوم باختيارها من 36 ورقة فريدة. إلى اللقاء.